وكان بدياني يتجوز اختها على اساس انه انا مجرم، طلعت هي مجرمه اكثر مني. بدي صير مجرمه، بدي اقضي حياتي كلها بالحبس بس يموت. ضحيت بكل شيء لتقتله. اختك انغدرت وانقتلت والقانون رح ياخذ لحقها مش انت. بس النتيجه، بس مرعى اللي قوصتيه ما مات. اللي عملته اختها لحنين لازم نقلبه لصالحك مليون بالميه. كيف دانيا بدها تتخلص من هالورطه؟ اختي اللي كانت كل يوم عم بتموت مليون مره وكانت عايشه من عين بيت سعد ارادوها حربا فلتكن. قطع الموت بايدي. برديني انا. معقولكم تكرهني هالقد؟ معقول. يوميا بعد الاخبار على MTV.